طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. كيف حالكم عيال؟ عساكم طيبين مبسوطين مش مسوين الزبدة. رجعنا معكم في فيديو جديد ومع لعبة جديدة من خلنا نشوف الويندو. أوكي لا 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 لا، ما نبي الويندو، شيل الويندو. مع لعبة جديدة اسمها الحرب يلتمت جنرال كيف الور، يلتمت جنرال كيف الور، اللي هي تقريبا الله أعلم الحرب الأهلية الأمريكية. طبعا تعرفوا الحرب الأهلية الأمريكية في 1800 وشي زي كذا. فاللعبة هذه جدا خرافية جدا خرافية. اللعبة قديمة شوي على ستيم، يعني قديمة يعني نزلت في 2014، ولكن يمكن اغلبكم ما يدري عنها. الالعاب كثيرة، يعني العاب كثيرة انواع واشكال، اغلبها يشتهر واغلبها ما يشتهر. فاعجبتني اللعبة صراحة، يعني انا حملت اللعبة اشتريتها وبعدين جربتها وطلعت لعبة يعني جدا خرافية، يعني لعبة جدا خرافية. فقلت اوكي، ما دام انها فيها تختيم يا ولد وفيها هيستوريكال باتل وكوستم باتل وفيها يعني فيها كامبينج، يمدينا نسوي حملة تختيم ونشوف ايش بيصير في النهاية. ما ادري كيف التختيم، هل بيصير زي مثلا اتيلا توتال وور او بيصير زي الالعاب الثانيه اللي نلعبها او لا، فالله اعلم. فالحين بنخش باتل عادي كمبدئيا بنخش باتل عادي ونستكشف اللعبه وتشوفونها وتشوفون طريقه اللعب، وايضا نتعلم فيها، نحاول نتعلم طريقه اللعب فيها. وان شاء الله الحلقه الجايه بتكون ان شاء الله بدايه في السلسله الاولى من تختيم اللعبه الجميله هذه. فخلونا نخش باتل، نختارنا باتل. في اكثر من معركه هنا، كولد هاربر باتل اوف شكاموغو ما ادري وش ستون ريفر، باتل اوف ستون ريفر. اوكي خلونا نلعب. طبعا هذا كوستوم باتل، يعني معارك تاريخية صارت، يعني معارك تاريخية صارت في الحرب الأهلية الأمريكية. ولكن ليش احنا لعبنا كوستوم باتل هستيريكال باتل الحين؟ عشان يعني كنظرة أولية على اللعبة. فأخذنا الهنا وناخذ اليونيون، ويقول the country is defeated. You cannot fight your own people, so you have returned home and joined the Conference of States of America. The high spirit and spirity crops of your follow. ودي يقول the south has sected and the United States is under attack. You have sworn to defend the ما ادري صراحة هل ناخذ هذا ضالة او ضالة ضالة وضالة وضالة وضالة، والله اني ما ادري. راح اخذها ضالة. ناخذ كونونيل. يقول لك enemy strength no bonuses of plants. اوه اي هذه زي الايزي، وزي هذه زي الايزي وزي هذه اللي يقول لك نورمال، وهذه هارد. ايزي نورمال هارد زي الالعاب الثانيه، فبناخذها ايزي يعني نشوف ايزي. ناخذها ايزي عشان نستكشف اللعبه، لانه اللعبه احسها صعبه مره. طبعا انا عندي 70 انمي ارمي. او شيت الانمي ارمي 70,000 يا ولد، 70,190 جن و18 فرقة. شت انا عندي 10 فرق وعندي 37,000 يو 1000 سوليدر. او شت والله من جد عيال ورطة. طبعا هم بيهجمون علي من ثلاثة من خمس محاور، وانا بكون بحاول اتصدى لهم في ثلاث محاور. فنقول ان شاء الله نحن نهزمهم ونشوف. طبعا ناخذ سكيب ونشوف ايش اللي بيصير. The Union Force from the North. بيجوني من الشمال، بيجوني من الشمال. اوكي لازم اسوي خطوط دفاع هنا. اوكي وبرضه هذه ايش، ولازم اسوي خط على هذه، لان هذه زي المدينه زي العاصمه او شيء زي كذا. لا يعني لازم ما تسقط هذه. وهنا يقول لك our main objective is not always enemy captured.
يقول لك برضو هذه ما لازم تسقط، هذه برضو والله مشكلة. يلا ان شاء الله ما تطول البتل يا عيال، لانه احس ال جود لك جنرال. اوكي الحين بدأ البتل يا عيال. طبعا في مدينة هنا المفروض ما تسقط، عندي فيها جنود، في جنود عندي في المدينة هذه. عندي فيلق، عندي فيلق في المدينة هذه. اوكي بنخليهم هنا دفاع. طبعا هو يقول بيهجمون علينا من ثلاث محاور، من المحور هذا والمحور هذا والمحور هذا. طبعا انا ما عندي فرسان ارسلهم مثلا استكشاف، عندي فرسان هنا برسلهم استكشاف. هذا الله كشافه، برسلهم هنا يستكشفون لي المنطقة. وعندي خيالة هنا أيضا، وعندي خيالة هنا أيضا. طيب عندي مدفعية هنا ومدفعية هنا. أوكي هذا الجنرال، هذا الجنرال حقي. أوه في 200 كتيبة هنا. طيب خلينا نجيب الشباب اللي هنا ونعطيهم خط دفاع كذا، والشباب اللي هنا نعطيهم خط دفاع كذا. لا الشباب اللي هنا نعطيهم خط دفاع هنا كذا. زي ما تشوفون فيه جنود هنا بدأوا يهجمون علي. بدأوا يهجمون علي. طبعا نوعا ما الخطة عندي ناجحة. طبعا بتجيب المدفعية عيال، بنجيب واحدة هنا. بنجيب المدفعية واحدة هنا، وأيضا بنجيب واحدة هنا. الشباب بنعطيهم يتحركون بسرعة. زي ما تشوفون في جيوش هنا. الخيالة بنحاول نروحهم في الخلف هنا. اوكي ايضا المدفعية بنخليها تقصف لي هذا. المدفعية بطيئين مرة عندي، بطيئين. هذه الايمو، هذا السبلاي، بنروح السبلاي هنا. الشباب هذول بنجيبهم نوعا ما، خلينا نجيبهم هنا. اوكي هذه مدفعية، مدفعية. اوكي اوكي هذول الخيالة بنخليهم يرجعون. اوكي بدأ الجيم يا عيال، بدأ الجيم والله، بدأ الطحن يا ولد. لا يهجمون الدفاعات عندي يا ولد، الله يلعنهم. اخذوا الدفاع عندي، اخذ السبلاي حقي يا ولد. هذول بنخليهم يضربون ضالة. الشباب اللي هنا بنجيبهم على نعطيهم هجوم على المدفعية دي. اقول لك يا ولد معارك، معارك طاحنة. او شت اهرب اهرب يا ولد. الشباب هنا بنخليهم نعطيهم امر يهجمون لي على ضالة. الكلاب اولاد الجزمة هربوا. الشباب هذول نعطيهم امر هنا يهجمون. اخذوا السبلاي حقي يا اولاد الذين.
بسرعة بسرعة بسرعة. الشباب ضالة بخليهم ينهون هذالة، وهذالة بخليهم يجون غدرة على الزلايد ضالة عشان يخلصون بسرعة. بنحاول نخلص التيم هذا لانهم بدوا يقضون علي يا اولاد الذين. بدوا يقضون علي يا ولد. الشباب هنا بنعطيهم خط دفاعي جديد. الشباب اللي هنا خلاص انتهوا. الشباب اللي هنا لا يا ابن الذين اضرب على هذا. الخيال ابى اخليهم يضربون لي ضاله. التيم عندي بدوا يهربون يا ولد، التيم عندي بدوا يهربون. لا ضال اضرب لي اضرب لي على هذا اضرب لي على هذا. والله يا ولد معركة طاحنة مرة. يا ولد ضاله بدوا يموتون عندي يا ولد. الشباب هذول بخليهم يضربون لي المدافع. يا ولد الى الحين ما مات اولاد الذين. الخيالة بخليهم يضربون على ضالة بسرعة. بدوا يتقدمون علي من هنا اولاد الجزمة. والله بدوا يتقدمون علي اولاد الذين. بجيب الخيالة هنا بجيب الخيالة هنا. طيب الشباب اللي هنا بجيبهم هنا بسرعة يقتلون لي هذا. والشباب اللي هنا بجيبهم هنا بسرعة. نسوي خط دفاعي جديد هنا يا عيال. هنا وضعنا في السمباتيك. هنا عندي كتايب ابرسلهم هنا بسرعة. لا ابرسلهم هنا بجيبهم هنا بسرعة كذا. خط دفاعي جديد عندي ايضا خط دفاعي جديد بجيبه هنا بسرعة. واضح ان الموضوع صعب جدا يا عيال. الشباب عندي هنا بجيبهم هنا. جت عندي قوات. القوات هذه بنعطيهم خط دفاعي جديد كذا يا عيال. لا القوات هذه خلنا نرسلها هنا. واحدة من القوات برسلها هنا. او القوات هذه خلنا نرسلها هنا. بسرعة
بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ضربوا لي ظالم. المفروض المفروض يخلصونهم يا ولد. الجيش عندي ذا ابيه يتراجع. الخيالة برسلهم هنا. الخيالة برسلهم هنا بسرعة عشان يقتلوا لي هذالا. هذالا وين نجيبهم؟ هذالا خلينا نجيبهم على هذالا. اوكي. المدفعية على هذالا. يقول لازم نهجم على ال اوه جاهم دعم. لازم نهجم على الصبلاي حقهم او شيء زي كذا. اوه جاني الدعم جاني الدعم. خلني ارسل الشباب هنا بسرعة. كذا ارسل الشباب هنا بسرعة. هذا جيش جديد عندي يا ولد. الشباب اللي هنا ارسلهم على ضالة. طبعا بخلي الشباب هذول يتراجعون نسوي خط جديد كذا. بخليهم يتراجعون نسوي خط جديد كذا. الشباب هنا بعطيهم امر يسرعون. كويس كويس. الحين القوات عندي صارت صار وضعها بالسليم. نعطيهم خطة كذا. نعطيهم خطة كذا ونخليهم يضربون بسرعة. كذا وضعنا في السمبتيك يا عيال. في جيش ثاني في جيش ثاني يا ولد. طيب برسل كتيبتين كذا. خلني ارسل كتيبتين كذا وارسل باقي الشباب. وباقي الشباب هذول نعطيهم خطه دفاعيه كذا. نعطيهم خطه دفاعيه كذا طويله عشان نمنع هذول انهم ما يحاصروننا. لا هذالا بنعطيهم امر يهاجمون الاضالة يخلصون عليهم. والشباب اللي هنا بنجيبهم هنا نعطيهم امر يخلصون لي على الاضالة بسرعة بسرعة. الشباب اللي هنا خطة كذا جديدة. خط دفاعي خط دفاعي في الخلف. اوكي كذا ممتاز كذا ممتاز. كذا وضعنا في السمبتيك يا عيال. نسوي خطة جديدة كذا. الشباب اللي هنا بنعطيهم امر يسووا لي خطة كذا. يعملوا لي خطة طويلة كذا. بسرعة بسرعة بسرعة. الشباب اللي هنا بنعطيهم امر يسووا لي خطة كذا طويلة بسرعة. يلا 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 يلا. والله يا ولد صعبة اللعبة. هلا اللعبة صعبة يا ولد. القائد بنرجع في الخلف هنا. كذا وضعنا نوعا ما في السمبتيك.
الشباب اللي هنا برضو بنعطيهم امر، الشباب اللي هنا يعطيهم امر يضربون، الناس اللي هنا نعطيهم امر يضربون اللي على طاله. كذا وضعنا في السمبتي. جاتني تعزيزات، جاتني تعزيزات، اوكي التعزيزات هذه نرسلها كذا، نرسلها كذا التعزيزات، اوكي حلو. بسرعة بسرعة. بسرعة يا ولد، التعزيزات هذه بنرسلها كذا برضه. أو خليهم يقضون لي على هضالة بسرعة. الشباب اللي هنا، الشباب اللي هنا مفروض يقضون لي على ضالة، هذا المفروض كذا بعد. الشباب هنا بنعطيهم خطة جديدة كذا، هذا برضو نعطيهم أمر يضربون لي ضالة بسرعة. مفروض يخلصون مولاد الايه. شوف شوف المهابيل كذا هذول كيف. في فرقتين المفروض تجي كذا. الشباب هذول المفروض يجوني في الخلف هنا. الشباب هذول لا شغل ولا مشغله. خلنا نجيبهم هنا كذا. او خليهم هناك. الشباب هذول نجيبهم هنا برضو. واضح ان يا ولد وضعهم مزري صراحة. الشباب هذول نجيبهم كذا، نعطيهم خطة كذا برضو. يا ولد يا ولد وش ذي وش ذي؟ كويس كويس، بدأوا يشتغلون الشباب عندي، بدأوا يشتغلون، بدأوا يشتغلون، بدأنا نهزمهم يا عيال، بدأنا نهزمهم. الشباب اللي هنا بنعطيهم أمر يضربون الإضالة بسرعة. الشباب اللي هنا بنرسلهم هناك في الخلف بسرعة. أقول لك معركة يا رجال، أعوذ بالله، وش ذا؟ الإيمو هذه بنرسلها هنا بسرعة. لا بنرسلها هنا. الشباب هذول بنرسلهم كذا تعزيزات برضو. هذه حقة ليم، وهذه هذه الشباب هنا نرسلهم تعزيزات برضو. بدأت تجي التعزيزات، اوكي كويس. اقول لك والله معركة طاحنة يا ولد، وش ذا وش ذا يا عيال، والله ما توقعت الموضوع كذا. الشباب عندي بنجيبهم كذا. طيب الشباب هذول خلينا نجيبهم كذا، نعطيهم خطة دفاعية كذا. يلا يلا بسرعة يا عيال.